السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا في السلسلة ديال قصة قبل النوم. اليوم القصة ديالنا غادي تكون شوية مختلفة. قبل كل شيء، الا كنتي كتفرج في هذا الفيديو ما تنساش دير اشتراك ودير جامع للفيديو. راكم كتنعسوا، راكم كتنعسوا، راه كنشوف انا فيديو راكم كتنعسوا. يعني عاونونا في الاول بارطاج الفيديو وشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، راه ديما كتكون فيه واحد العبره، ديما كتكون فيه واحد شي حاجه اللي غادي تقدر تفيدكم في الحياه ديالكم. المهم، هاد القصه اللي قلت لكم مختلفه، حيت صيفطاتها لي واحد الصديقه، صيفطات لي هاد القصه وقالت لي اسمع هاد القصه ولا بغيتي تحكيها وتقدر تستافد منها. انا نورمالمون ملي كنفكر شي قصه، يعني كنختارها عن راسي وكنبدا نسرد في الاحداث، وكان كان كنحاول انه تكون فيها واحد العبره ليكم، تنحاول نلامس الواقع. هاد القصه، هاد القصه حقيقيه اللي غادي تسمعوا اليوم، ديال واحد البنت هي ساكنه في فاس، وارتأيت اليوم انني ما نحكيهاش انايا واني غادي تسمعوا القصه من عندها، يعني مباشره نتلاقاو من تسالي القصه. بزاف، انا الوحيده اللي كنت عند والديا، ما عمرني ما خرجت للسنقه بوحدي. من المدرسه كنت كنمشي ليها في ترونسبور، من وصلت للاعدادي بدا كيديني بابا ويجيبني. ولفت انا ديك العيشه وكنت مغمضه بزاف، كنجي للدار ناكل، نجلس مع ماما وبابا نتفرجوا ونوض لبيتي نعس. كان همي الوحيد القرايه، نقدر نسمح في كل شيء باش نحفظ، ويلا جبت شي نقطه خايبه اوف ما كنعش سيمانه. بابا كان فارد راسه في الدار، ماما كانت ظريفه بزاف، وكان بينها وبين بابا واحد الاحترام زوين. كنت ديما كنقول لها ماما بغيت شي خويا ولا اختي ونسني، كتسكت وعينيها كيغرغر، لكن ما كنتش كنعرف علاش. مني كبرت شويه قالت لي يا ابنتي مني ولدتك جاني تعفن في الرحم ديالي، وهكا منعني الطبيب باش نزيد نولد. على هادش ابنتي ما نقدرش نجيب لك شي اختك ولا اخوك. الحمد لله غير انت معمر علينا الدار. نجحت في السلك الاعدادي وطلعت للسلك الثانوي، هنا تعرفت على بنات من كل الطبقات، هاللي ظريفه، هاللي شمكاره، هاللي بنت دارهم. المهم العام الاول كنت مزيانه، كانوا الاساتذه كلهم كيشكروني حيت كنت مؤدبه بزاف وقرايه. العام الثاني بديت كنتعرف على بنات وبداو كيتحلوا ليا العينين، وليت حتى انا باغا نلبس ونخرج، وبدات كتبدل التصرفات ديالي. بديت كنعمر الاوقات اللي عندي خاويين وكنخرج مع البنات. بديت حتى انا كنمشي للقهاوي والضحك والنشاط، لكن واخا هادشي كنقرا مزيان. واحد النهار صاحبتي سناء اللي كانت قريبه ليا بزاف كانت دايره عيد ميلاد وعرضت عليا، لبست عادي وصلت انا الاول، شافتني قالت لي اويلي مالك على هاد الحاله، اجي اجي لهنا نعطيك ما تلبسي. عطاتني واحد الكسوه ديالها كحله وكانت مقصبه، وانا كان كلشي كيقول لي رجليك زوينين. المهم لبستها، عطاتني صباط الطالون، ما كانت لي الصراحه مني جبت راسي تصدمت. ما علينا، ها هما الاصدقاء بداو كيجي، الدنيا بدات كتعمر شويه. سنا الباب حتى واحد ما سمعو مع الشطيح. مشيت انا محل، لقيت واحد الدرب تصدم كان زوين بزاف، بقيت كنشوف فيه. قال لي واش ما غاديش ندخل؟ قلت له اسمح لي ندخل. المهم حتى انا عجبته، العشيه كامله ما نزلش عينو عليا. هكاك دوزناها ضحك ونشاط، بابا كيتصل قفرتها. المهم سلمت على سناء، بدلت حوايجي، تبعني داك الدري، قال لي بلاتي سميتي سعد، واش ممكن ناخذ الرقم ديالك؟ وانا في الخلعه قلت لي واخا، عطيتو لي بالزرب ومشيت كنجري. دخلت للدار بابا حيح عليا. المهم سكت انا ما جاوبتش، بدلت حوايجي، تعشينا، نط نعس. كنسمع التليفون كيصوني، الو وي، الو مريم، انا سعد ديال الحفله. سعد سالم لاباس؟ كنت غنطير من الفرحه لكن متقله الصراحه، عجبتيني بزاف وما كانتش نتلاقاو غدي الا ما كان حتى مانع. انا ما ترددتش، قلت له صافي واخا نشوفك. كان نهار السبت وانا ما كنقراش في الصباح، لكن كنت معمره. مشيت قدي، تلاقينا، كان زوين بزاف. سلم عليا، مد ليا وجهه، انا تزنقت اول مره غنسلم على شي ولد في وجهه. صافي تعرفنا، قال لي خدام موظف على قدو، بلي هو كيعرف صاحب سناء، هو اصلا من الريف ناظور ولكن خدام في فاس. بقينا كنتلاقاو، كان واحد الاهتمام كبير، وليت كنبغيه بزاف. دوزنا 3 شهور، كانت علاقتنا محترمه. واحد النهار قلت لدارنا غادي رحله، بابا ما وافقش، بقيت كنطلب ونبكي، و
مشات صاحبتي سناء كتطلب ماما وبزز باش وافقوا. فرحت، كان كيسحب لي بالسحر هلا، لكن عرفت بلي سناء وصاحبها وسعد كانوا دايرين خرجه بيناتهم، وسعد هو اللي اقترح الفكره. حيت داك النهار كان عيد ميلادي، وبصح كان داك النهار ولاده جديده لحياتي اللي كلها مأساة. المهم مشينا نصفروا، دوزنا النهار كامل تما، كرينا الدار، جمعنا، ضحكنا. واحد الوقيته سناء مشات مع صاحبها البيت، وبقيت انا وسعد الراس في الراس. متى كيتقرب مني انا خفت، لكن عجبني الحال وعنقني بالجهد وقال لي كنبغيك وما تخافيش، وانا ما قدرتش نقاوم وطحت بين يديه في داك النهار، في داك النهار اللي ضاع فيه كل شيء. كل شيء ضاع مني، بديت كنبكي وكنغوت، هو عنقني وقال لي انا كنبغيكم من هنا للصفر نجي لداركم. خفت بزاف، كان داك العام الاخر ليا في الثانويه. المهم بقى بيناتنا الاتصال، ديما كنشوفو وعلاقتنا زادت كبرات، ولينا كنتعاشرو بحال مزوجين. وباش ما نحملش بدا كيشري ليا الفانيد حيت عارف دارنا صعاب. المهم جا الصيف، دوزت الوطني، نجحت، كنتسنى لسعد يجيب دارهم ويجي، لكن والديه ما بغاوش، وجا غير هو. جاب واحد درع عند بابا، بابا عطاه الصواب وقال له اولدي من الصواب تجيب والديك، انا بنتي عندي عزيزه بغيت تمشي بالعز ديالها. صافي سعد سكت حدا الراس وخرج، كان تصل والو ما كيجاوبنيش. انا دخلت عند ماما، عمرني هزت فيها الراس. جيت طلبت ماما، قلت لها نمشي عند خالتي غير للشرطه ونجي قبل ما يجي عمي. صافي ماما خلاتني، مشيت تلاقيت وقال لي انا والديا ما بغاوش يجيو. قلت له حتى انا بابا رافضك، قال لي واخا تجيب والديك. قال لي ما كاين حتى حل، خاصك تهربي معايا. قلت له ما يمكنش، تعصب وبدا كيغوت. قال لي شنو بغيتي ندير لك، راك وليتي مرا، واش يسحب لك غيقبر عليك شي واحد؟ راكي عام وانت كتنعسي معايا، واش هبلتي؟ فكري مزيان، هذا الحل الوحيد اللي بقى. خليته مشيت للدار، بقيت كنفكر في داكشي اللي قال لي. بصح شكون غيقبل عليا وانا فقدت الشرف ديالي؟ صافي ديك الليله اتصلت بيه وجمعت حوايجي وخليتهم حتى نعسو، وهربت وانا كنبكي. لقيتو كيتسناني في باب الدار، مشينا ديك الليله دوزتها معاه في الدار. في الصباح جمعت الوراق ديالي وديالو، مشينا تكتبنا وانا كنبكي، حيت بابا وماما ما كانوش باغييني نمشي عند راجلي مدلوله. المهم دوزت معاه سيمانه في الدار اللي كان كاري. حسناء كتصل بيا، طفيت التليفون ولحت لاكارت. الجمعة في الليل جا قال لي وجدي راسك، غدا غادي نديك لدارنا باش يقتلعو بيك، انا ما غاديش نبقى على هاد الوضع، خاصك تجلسي معاهم شويه تفهميهم ويفهموك. انا تخلعت، شدت انا الطريق في الليل وانا خايفه، ما حيلتي نفكر لوالديا ولا لهاد الناس، ما عارفاهمش كيفاش غيتقبلوني. وصلنا للناظر في 6 الصباح، فطرنا، قال لي وجدي راسك وتوقعي اي حاجه منهم. المهم وصلنا للدار، كانوا ساكنين في عروبيه خارجه على المدينه. حلت لينا اختو الصغيره الباب، عنقاتو وبستني ومشات كتجري. بابا اخويا سعد جاو معاه واحد البنت، نط وسلمت عليا وبا، وانا حتى واحد ما سلم عليا. جلسنا جاو خوتو، كانوا جوج دراري وربعه البنات، كلهم مازال بلا زواج، سلموا عليا وكلشي كيشوف فيا. هضر سعد قال لهم هذه هي مرتي، خاصكم تقبلوا بها، انا باغيها. نضبا قال لي هذه هي تربيتي فيك، جايب لينا واحده ما كنعرفوا لا اصلها لا نفصلها، يكون كانت بنت الاصل والدي عم يعطيوهاش لك وانت ما جايبش والديك. تصدمت شويه، بداو كيهضروا بالامازيغيه وانا ما فاهمه والو، ولكن كنت عارفهم كيتعايروا. شاف فيا قال لي نوضي انت دخلي لداك البيت. دخلت سديت عليا، بقيت كنبكي وبدات كنتفكر والديا وفين كبرت وكيفاش كانوا معامليني بحال الملكه الدار، وكنت هانيه وشوف فين جيت. المهم شويه ها هو سعد جا عندي البيت وطاع لي الدم، ما قدرتش نهضر. قال لي انا غدا غنمشي وانت غتجلسي هنا شي ايامات، هادشي اللي بغات الوالده بينا ولفوك شويه، وباش ما تبقايش برانيه. عاود صدمت، مع من غنجلس؟ هما ولدهم معايا وما احترمونيش. المهم بقيت كنبكي ديك الليله كامله. الغد لي سعد جمع حوايجو وسلم عليا وقال لي صبري شويه، عارفاش كيتسناني. مشى، بقيت انا بوحدي برانيه وسط منهم، كلهم كيهضروا بالامازيغيه وانا ما فاهمه والو، وكلهم كيضحكوا، ما عرفهم مش عليا ولا غير بيناتهم. المهم كنحطوا العشاء، كنسالي وكتبغي شي وحده في خبزاتو تجمع الطبله، كتقول لهم عجوزتي. قلت مريم هي اللي غتجمع اليوم. وليت كل نهار لما عرون الصبين، كنطيب الخبز في الفران، وجهي كله تشوض وتبدلت بزاف، وهما غير الماكله والضحك. واحد النهار كنسمع خو الصغير قال لامو يما الا سعد عرفها
هالشي ما يعجبوش لها. قالت لو ما سوقناش مالها جات نعلفوها، وانا دموعي في عينيا. ضربت التمارات بالصح وصعد في المعيد في التليفون كلهم كيكونوا حنايا، ما كنقدر نقول والو. وانا دخلت لبيتي كتبعني اخته، قالت لي يجي غير مره في السيمانه، وانا كنعاود لك يقول لي صبري حتى ندير داري ونديك من هنا. انا صبريت قاده حتى من الاولاد ما حملتش، حيت ما كانش كيجي في الوقت اللي نقدر نحمل فيه. دازت 6 شهور وانا على هذا الحال. سعد عيا وبدا كيجي مره في الشهر. وصل الصيف وشد كون جي وجا جلس معانا، عاد تفاجات عليا شوي، لكن امو كانت ديما كتشكى ليه مني وما عجبها حتى حاجه من داكشي اللي كندير. وانا غير كنبكي، تقهرت بزاف. قلت له بغيت نمشي معاك عارفه، قال لي زيدي صبري. سال الكونجي ومشى ساعد تاني وبدات المعاناه. واحد النهار كان حداهم واحد العرس وكلهم مشاو، وانا قالوا لي ما كاين لاش تمشي، سعد ما غيبغيش. وبقيت بوحدي في الدار. واحد شويه كنسمع الباب كيتحل، خو الكبير جا. تفو ما كنتش كنحملو، جلس قال لي نوضي طيبي لي شي حاجه باش ناكل. نايضه وانا كلي مهدوده وخاطري مروع عليا. خلطت لها شي تخربيق عطيتو لي ودخلت جلست في بيتي وانا مغمضه عينيا. جا خو حل الباب وتهجم عليا وانا كنغوت، هو بحال الكلب المسعور. قطع لي حوايج وكياكل لي في الحميم بحال شي ديب. جات امو يلا دخلت وانا سخفت، ما حليت عينيا حتى لقيت راسي فواحد السبيطار واقفين عليا. جات عندهم الطبيبه قالت لهم التحاليل خرجوا، مبروك عليكم لاله مريم حامله. ما عرفت نفرح ما عرفت نبكي، صافي داوني. امو ما هضرتش مع خو الكبير، انا بدا كيدخلني الشك. صافي عيط سعد، قلت له اشنو وقع. فرح بزاف كنشوف امو وخواتاتو غير كيخنزروا. زاد الثقل عليا وزاد الشقه في الدار، حتى العصا كنت كناكلها من عند امو بليد ديال الشطابه. واحد النهار جا سعد طلبتو باش نعيط لدارنا، اتصلت هز بابا ما قدرتش نهضر. قالت لي كاينه مريم، قال لي راكي غلطه انت ما عندنا حتى مريم في هاد الدار. وقطع عليا التليفون. بقيت كنبكي وسعد كيصبر فيا، وفين ما كيكون سعد راجع الفاس كنبقى نبكي حيت هو كيفاجئ عليا شويه. المهم 9 شهور الحمد لله وزدت في العدد. هذا شهري جا سعد قالت لي باغا نولد في فاس. مو قالت له لا غادي تولد هنا في السبيطار الحسني. بقاو كيتغاوتو، انا كنت واقفه في الدروج جاتني الدوخه طحت. هزني سعد كيجري كل دمايات. ما جيت فين وصل السبيطار قالوا لي مرتك خاصها دير اجهاض، الجنين مات. يا ربي تلفت وبقيت دايخه. وسعد بكى لاول مره وانا جاتني هستيريا وبقيت كنغوت. وقالوا لي امك سبب كل شيء، امك السبب. بعدو مني وهي تنقص امو متفاتني وانا في ديك الحاله. قالت لي انا السبب الشيطان، ياك انا سترتك ياك بنت السنقة، اصلا ربي دار خير ياك هذاك غير ولد الحرام، ياك حصلتك في بيت ولدي بين يدينا راجل اخر. سعد تصدم قال لي هضروا شنو كاين، وانا كنبكي كنقول لي مظلومه. وهي كتقول لي هادي بنت الحرام غدراتك مع خوك في بيتك في راجك، حصلتها وسترت عليها. ونضك النهار خوك هربان ما بانش ليه الاثار. سعد تعصب وقال لي هضري وصرفقني. قلت لي خوك تهجم عليا وانا مظلومه. قال لي انت بنت الحرام اللي عطاتني راسها، شنو نتسنى منها؟ اللي هربت معايا وخلات والديها، شنو نتسنى منها؟ خرجي بحالك يلا. جرى عليا في داك الليل العروبيه والدنيا خاويه، وما كنعرف لا جيران لا والو. رجعت لداك السبيطار دقيت فيه، طلبت ديك الطبيبه نبات حتى الصباح، قبلت بلا ما تسولني علاش. في الصباح خرجت بكري مشيت غادي مع الطريق، ركبني واحد طلبته يعطيني شويه الفلوس. قال لي باينة فيك بنت الناس ومكرفسين عليك، عطاني 200 درهم. مع العلم عارف الناظوريين معروفين بالكرم ديالهم. قطعت بها جيت لكازا، بقيت كنطلب ما ناكل ونبات في المحطه. تلاقيت مره كبيره اللي كانت كتبان زوينه، قالت لي مالك؟ عاودت ليها قالت لي اجي معايا عندي لك الحل. ادتني لواحد الدار زوينه بزاف نقيه، غسلت ليا قدتني شهر وانا عندها. ملي تشافيت وقفت على رجلي قالت لي دابا غادي ترجع لي الخير ديالي، يلاهي معايا. وانا غير تابعاها ومصدومه. ادتني لواحد الصالون الحلاقه فيه البنات بزاف وكل شيء كيكمي. دخلت بداو كيضحكوا وقالوا لها هذه بنتك الجديده؟ قالت لهم اه هو ديروا اللازم. من دوك الدنيا رجعوني واحدة اخرى عجبني راسي، قالوا لي احنا غندبروا لك في خدمه عيشه بخيره. في الليل خرجنا داوني لواحد البار الشراب والقارو، قالوا لي راكي ستاج دابا سيمانه. وانا هكاك الليل سهرانه وبنهار ناعسه. لبنى كانت مقربه ليا بزاف، كانت ديما كتقول لي اهم شيء ما تثقي في حتى كليان، خدمي ولبي ليه اللي بغى يمشي بحال نسايه. الحب والولف ما كاينش في هاد البلاد. سالت سيمانات ستاج وبديت حتى انا كيجيو الكليان، كنبقاو مستفين بحال الخضره وبنادم كيتعزل فينا. ملي كيخ
عطاني شي كليان كنكون مجبر نسكر معاه وندير اللي بغا ونشطح ليه. كان ممنوع علينا نشدو الفلوس، ديك الشرفه هي اللي كانت كتشدهم وتعطينا اللي بغات. 4 شهور وانا على هاد الحال، وممنوع نمشيو مع المغاربه غير الخليجيين حيت فيهم الفلوس بزاف. درت الطوموبيل وولاو الفلوس كنلعب بيهم، وقلبي ولا حشره ما كنحن في حتى واحد. وليت عزيزه على الحاجه حيت انا اللي كنت كنجيب الكليان بزاف، وسكناتني معاها في دارها. اما البنات الاخرين كاريا ليهم دار في كيباتهم على الوقت، وليت قافزه وبقيت كنجمع الفلوس باش ندير علاش نرجع حيت الصغر ما كيدومش. بقيت في هاد الميدان 4 سنين. واحد النهار جا واحد السعودي جاب الحاجه كادو سلسله الذهب، قال لها هاكي لكن بغيت مريم تدوز معايا يومين راني مسافر. الحاجه وافقت، ما كانتش كتبغي نسافر وكتخاف على شي وحده تزوج وتهرب ليها من بين يديها. المهم مشيت معاها لمراكش. النهار اللي راجعين فيه سقنا الخبر باللي الفيلا اللي كانت كاريها الحاجه للسهرات جا ليها واحد الشرف وكانت معاها شي بنت وما تلعبين يديها، وبلي الدنيا مطوقه بالبوليس. كانت هذيك هي الفرصه ديالي باش ما نوليش ونبعد من داك الهم. مشيت كريت واحد البارطمون وبقاو عندي الكليان ديالي. وهذا السعودي اللي سافرت معاه كان كيموت عليا وقال لي نشري لك الدار وبقي معايا بدون زواج. فكرت ووافقت، شرى لي الدار وكان كيجي عندي مره في الشهر. من وراها بعت الدار حيت كانت في سميتي وبفلوسها تحولت للرباط وسكنت تما. وما كنت لاقية فاش نخدم حيت ما كان عندي لا ديبلوم لا والو. وبعت الطوموبيل ومنها بديت كنصرف على راسي. دخلت درت الطبخ، قريت لمدة عام واحد المدرسة كانت بمية درهم الشهر، خلصتها كاملة باش ندهنها. ومني خديت الديبلوم بديت كنقلب على خدمة، ولقيت خدمة في واحد الريستو وقطعت الشراب وقطعت الكارو وكل شي بديت كنجيب مصروفي وكنجمع. صحبت مع شي بنات لكن علاقتي بهم كانت ما كتعداش مواضيع عامة، حتى واحد ما عرف أسراري. كنخرج معاهم مرة مرة وصافي. واحد النهار سمعتهم كيهضروا على قرعة الميريكان، فكرت مع راسي قلت نجرب حظي ودفعت ليها ونسيتها. وبقيت خدامة عادي حتى صيفطوا ليا بلي نجحت في القرعة وخاصني ندوز امتحان. وفعلا دوزتو لكن ما كتبش ليا وما نجحتش فيه وتحطمت. لكن معليش انا دابا عايشة بالحلال. المهم درت شوية الفلوس ودخلت تاني نقرا الطبخ العالمي. هاد المدرسة كانت معترف بها بزاف، وهاد المرة الحظ وقف بجنبي وجيت من 10 الاولين وصرت وانا نخدم في فرنسا. جمعت اللي خاصني ومشيت لفرنسا. انا تبدلت حياتي ونسيت كاع العذاب اللي داز عليا. كنت كنخدم ليل ونهار ونجمع الفلوس حتى من الماكله كانوا كيعطيوها لينا في الريستو اللي حنا فيها. يعني كنت غير الكرا اللي كنخلص 12 عام ما دخلتش للمغرب حتى جمعت الفلوس مزيان. جيت لداري في الرباط، دخلت معايا الطوموبيل، جيت لداري ارتحيت فيها. جلست واحد يومين جاتني في بالي نهبط لكازا لعند الحاجه. مشيت نشوفها، واخا داتني في طريق خايبه لكن بسببها غادي نتبدل ونوصل لهادشي اللي انا فيه. هي اللي كانت السبب. مشيت شفتها لقيتها شرفات ومرضات، جا الكونسير الله يستر. شافتني بدات كتبكي وما قدراتش تهضر. قالت لي فرحت لك يا بنتي الله يسهل عليك. قلت لها امين وانت الله يغفر لك الحاجه. سلمت عليها ومشيت بحالي. بديت كنطلع في الوراق، جاتني فكره ديال ندير مطعم صغير في كازا بحكم انها مدينه كبيره. بديت الاصلاحات، بديت الخدمه. كنت مرة ب10 درجات فرنسا، بقيت غير كنمشي ونجي نطبع غير الوراق وصافي. المشروع ديالي كان ناجح وكنت صارمه في العالم ديالي. بديت كنجمع، كان في بالي نجمع الفلوس. درت الطوموبيل ديالي وبعتها وزدت عليها شي رزق من اللي بقى ليا وشريت دويره صغيره. غتقولوا انت اصلا عندك دارك؟ هذيك الدار اللي في الرباط بعتها حيت من الحرام، وفلوسها ديتو من جمعية تبرعت بيهم. ما بقيت باغي حتى حاجة د الحرام. بحكم الخدمة ديالي تلاقيت واحد السيد كان شاف في المدرسة اللي قريت فيها، سلم عليا عرفني قال لي تبارك الله انا كنت حاسة بك غادي توصلي حيت كنت قاصحة. كان ديما كيجي اي حاجة كتبغيها كنستشرو. كان ولد الناس وولد عائلة، مزيانة كنتقربو لبعضيالنا. واحد النهار قال لي عمرك ما جبتي داركم ولا خوتك؟ كيفاش؟ سكت. قال لي شوفي انا باغيك في الحلال، انت مرأة قادة ومن الناس، اش قلتي؟ سكت وبديت كنتهرب شويه. قلت لاش نتهرب؟ اللي باغيك باغيك. وانا نعاود ليه كل شيء. تصدم وناض بسلامه، ما قالهاش ليا ما ديتهاش فيه. عشت صدمات كثار من هذا الشيء، ما بقيت معوله على حتى واحد. انا كنت متوقعه رد الفعل ديالو، هما اصلا عائله متدينه وما غيقبلوش بيا. صافي نسيت وديا غير في خدمتي. جيت كنفكر نرجع لدارنا لكن كنت خايفه من ردة الفعل ديالهم. دازت سيمانه وهو يرجع مراد اللي كان الشاف ديالي.
سلم عليا سلمت عليه عادي ومشيت. عملته بحال شي كليان جاي ياكل عندي. عيط ليا قال لي انا ما رضيتش، لكن مني جلست مع راسي لقيت انت ما عليك والو. وهضرت مع الاب ديالي وهو امام المسجد، قال لي توكل على الله ولدي، وكنت السبب انك ترجع هاد البنت لوالديها. انا فرحت ووافقت. جو والدي لداري استقبلتهم، الاب ديالو كان النور كيضرب لي على وجهه. دوزنا كل شيء مزيان، تزوجنا، شرط عليا باع باش نبيع لي النصف متعب باش يولي شريك معايا، وهو اللي قابل وانا نجلس معززة مكرمة في الدار. وداك الشيء اللي كان ذا الشهر حملت، والدي كانوا حاطيني في عينيهم. من بعد ولدت ولد وبنت كانوا زوينين، سميتهم خديجة ومحمد. وجا شيخي قال لي بنتي هاد الوقت فين تمشي عند والديك؟ انا ما قدرتش نقع عليا. قال لي احنا غنمشيو معاك وراه ربي ما غيخيبناش. فعلا انا درت الفولار ملي تزوجت ووليت كنصلي. مشينا لفاس دقوا في الباب، انا بقيت بعيده انا وراجلي. حل بابا شفتو عينيا دمعو، قال لهم شيخي جايين طالبين دفى الله. دخلهم بابا هضر معاهم شيخي وانا وراجلي، بقينا برا شويه. تحل الباب دخلت بابا شفتو فشلت كيقرب يالله على السد ويضربني وهو يقول لي شيخي قول استغفر الله. وهو يبدا يبكي بابا وماما من ورا. علقني وقال لي انا كنت باغي لك الخير ونشوفك في احسن الظروف. ودخلوني وتعشينا وما فرحانين بولادي. وقال لي انا سمحتك بنتي واني شفتك كي كنت باغي نشوفك. طلبت راجلي نمشي نشوف سناء، قال لي سيري. مشيت شافتني بقات كتبكي تزوجات حتى هي. عاودت ليها كلشي وانا راجعه للدار كنتلاقى مع سعد راجلي الاول. شافني تصدم، قال لي مريم شحال وانا كنقلب عليك، عافاك رجعي ليا راه عرفت كلشي. امي من قربت تموت قالت لي كلشي، وهي اللي حرشت خويا باش يتهجم عليك. عافاك راني طلقتك ودابا باغي نرجعك. قلت لي وفرتي عليا الطريق مني طلقتيني، جيتي معطل وفي هاد الفوت. انا تزوجت وعندي زوج الاولاد الله يعاونك. صافي وصلت للدار فرحت لقيت العائله مجموعه، جلسنا ضحكين وهكا سالت القصه ديالي. كنتمنى اي بنت ما عمرها ما تثق في شي واحد كيف ما بغى يكون. الرجال كلهم بحال بحال، ويلا كنتي باغيه تبغي شي واحد بغي شي واحد كيخاف من الله. كيف ما سمعتوا كانت هذه القصه، يعني الصراحه انا اطرات فيا بزاف هذه القصه. يعني البنت كانت معززه مكرمه، شوف ربي كيفاش قسم لها، يعني من علاقه غير شرعيه في مصلاش وفي مشات وشنو داز عليها، وفي الاخر الحمد لله يعني ربي سهل عليها. غير حاجه واحده اللي بغيتكم تعرفوا، راه ماشي اي واحد كتكون عنده نفس النهايه. راه ماشي غتقولي انا لا تصاحب تنتفارق معاه غادي نمشي نخدم في الدعاره ولا في لي بواط ونمشي انا للخارج وغندير، لا راه تقدر تكون النهايه ديالك مفلسه. راه عاودنا شي قصص، كاين اللي انتحرات، كاين اللي ما صبرات، كاين اللي صبرات على الدل وبقات عايشه هكاك في الدل. يعني راه بزاف. كنتمنى ان القصه تكونوا خديتوا منها واحد العبره. كنتمنى انكم تكونوا باقيين فايقين على الله وعسى. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعاونونا باش نكبروا لاشين ديالنا ان شاء الله. شجعونا، دعوا تعليق ديالكم، ديروا جيم، نتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. تصبحوا على خير.